وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. سعادة الوزير، بعد التحية، بمناسبة مرور 45 عاما على إنشاء وزارة الإسكان، لو تحدثنا سعادتكم عن لمحة لتاريخ وزارة الإسكان وأبرز المحطات التاريخية التي مرت بها الوزارة. مساء الخير، وحبيت أولا أحييكم وأحيي المواطنين الكرام ومشاهدين التلفزيون. ما في شك أن اليوم 22 من سبتمبر 2020 يشكل لنا في وزارة الإسكان حدث مهم، ونسعد ونفتخر حقيقة نيابة عن جميع العاملين في وزارة الإسكان أن أرفع أسمى الوفاء والولاء والتبريكات إلى سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله، وأيضا إلى سيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة العزيزة، وعلى دعم سموهم حفظهم الله، وعلى في الحقيقة نجاح الحكومة الموقرة في إدارة هذا الملف، هذا الملف اللي يعني الكثير بالنسبة للقيادة الرشيدة وبالنسبة للمواطن الكريم. نعم. ما في شك أن وزارة الإسكان لما نتكلم عنها، وزارة الإسكان مرت في محطات مهمة، لعل المحطة الأولى حقيقة قبل تأسيس وزارة الإسكان منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، والحقيقة هي كانت الانطلاقة يعني الأولى. من ثم نعتبر احنا تأسيس وزارة الإسكان في 22 من سبتمبر 1975 هي المحطة الأبرز حقيقة في مسيرة الإسكان، كون الإسكان خضع لمزيد من التنظيم والعمل المؤسسي بما يكفل تحسين الأداء وسرعة الإنجاز وتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين. المحطة حقيقة اللي هي المحطة الأهم والأكبر في تاريخ وزارة الإسكان، الأمر السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى في عام 2013 ببناء 40,000 وحدة سكنية، اللي نعتبرها في الحقيقة نقطة تحول كبيرة في كيفية التعامل مع الملف الإسكاني. وهذا حقيقة نتج عنها أيضا محطة جديدة اللي هي محطة تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، واللي نتج عنها أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص ليكون شريك أساسي معنا في مسيرة الإسكان ولله الحمد. نعم سعادة الوزير، كما تفضلت بأن هناك خطط عدة تتعلق بالاستدامة وجاءت مواكبة للأهداف الأممية المتعلقة بجعل المدن قادرة على التطور والازدهار وخدمة القاطنين فيها. ما هي فكرة المدن الحديثة في ضوء المشاريع الإسكانية الأخيرة التي تقدمها وزارتكم الموقرة؟ أخي الكريم، لعل من المناسب أن يعني نأكد نجاح مسيرة الإسكان يعني خلال 50 عام اللي نتج عنها إنشاء 8 مدن إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق. 8 مدن خلال هذا العمر القصير من الزمن الحقيقة يعكس أهمية هذا الملف في عند القيادة الرشيدة حفظهم الله. نعم. ويؤكد أن لا يزال هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في المسيرة التنموية الشاملة ليقودها جلالة الملك حفظ الله ورعاه. ما في شك أن مدننا اليوم طبعا الحديثة أو الجديدة تمتاز بعناصر عديدة، لعل من أبرزها موقعها اللي هو قريب من البحر أو مطل على البحر،
أيضا راعين أن تحقق يعني أعلى معايير جودة السكن للمواطن. هي ليست وحدات سكنية، إنما مدن متكاملة الخدمات، وتراعي فيها أعلى معايير جودة السكن. ولله الحمد يعني استطعنا من خلال هذه المدن أن يعني نأسس ونحقق رؤية سيدي جلالة الملك المفدى في أن تصبح هذه المدن أفضل ما ممكن تقدمه للمواطنين من السكن، أو بل جودة السكن الملائم. نعم سعادة الوزير، شهدت وزارة الإسكان تقدما وتطورا ملحوظا في الملف الإسكاني، وكان لها العديد من المبادرات المميزة. لو تطلعنا أكثر سعادتكم على أبرز هذه المبادرات. يعني تكلمت أنا من شوي عن سمات المرحلة الحالية، واللي هي نعتبرها نتاج للمحطة الأهم في تاريخ مسيرة الإسكان، الأمر الثامن لسيدي جلالة الملك المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية. نعم. هذه الحقيقة تكليف كبير ومهم، ويحتاج أن نحن نرصد له الاستراتيجيات والخطط، ولعل من أبرزها اللي هو مشاركة القطاع الخاص. نعم. إذ أن بالفعل القطاع الخاص اليوم مساهمت في مع وزارة الإسكان نتج عنها توفير أكثر من 11,000 وحدة سكنية، وهذه يعني حجم وعدد كبير من الوحدات السكنية اللي يقوم فيها القطاع الخاص، وتعكس في الحقيقة يعني بعد إضافي، بعد مدى التسهيلات والتشريعات والإجراءات اللي انتهجتها الحكومة الموقرة في التسهيل للقطاع الخاص أن يدخل معنا كشريك أساسي ويحقق هذه الأعداد من الوحدات السكنية. مشاركة القطاع الخاص اليوم في وزارة الإسكان تجاوزت 12.5% من إجمالي ما تقدم الوزارة خلال هذه كلها، خلال من 2013 إلى 2020. بكل تأكيد. أيضا يعني فترة بسيطة بالنسبة للإنجازات اللي تحققت في هذا الوقت القصير. نعم، هي إنجازات وجهود مقدرة ومشكورة من قبلكم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وجميع منتسبي وزارة الإسكان في إدارة هذا الملف الحيوي والتنموي. سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.